باشمهندس مصطفى ونسأل صعب اسمه امتحان. ربنا يا رب ينجينا من كل امتحان صعب يا رب ان شاء الله. فان شاء الله 30 دقيقه 30 سؤال هنحلهم في 45 دقيقه، انا مديكم زمن اكتر من الزمن الطبيعي. نبدا نحل كل في كل سؤال هنحط واحد مثلا الاجابه ايه او اثنين الاجابه مثلا بي او سي، تمام؟ بالنسبه لنا يبقى حضرتك بتكتبها في ورقه وورد، وعلى طول بعد الامتحان هسيب لك 10 دقايق بعد الامتحان تبعت لي على الايميل بتاعي اللي هو الايميل المعروف كي ام ام اي اس ام اي بي ات ياهو دوت كوم، تمام؟ ده ورقة على الايميل ده بعد الامتحان، بعد 10 دقايق هناخد ريست 10 دقايق تكون الناس بتبعت فيه، بعدها نبدا نحل احنا مع بعض الامتحان ونشوف الاجابات شكلها ايه. فان شاء الله يعني بعد الامتحان مع 10 ربع ساعه هنبدا نحل، وقدامنا ساعه. طيب المحاضره السابقه اللي حصلت الدخول اليها ليه مش عارفين؟ ما اعرفش والله، اتوقع ممكن يرد على حضرتك. طيب يبقى احنا بالنسبه لنا ان شاء الله هنحل، هنبدا نحل، وانا همشي لك كل زمن كل سؤال هقعد عنده في حدود دقيقه ونص. انا مش عايزك تطول في ايه؟ في انك تبص على السؤال اكتر من ايه؟ من دقيقه ونص، وبتاع احط لك ادخلها امشي لك السؤال الثاني عن طريق السكرول، تمام؟ نبدا دلوقتي الساعه بتوقيت القاهره الساعة هنبدا الامتحان الساعة 8:05، تمام؟ 52 واحد حاضرين، يبقى عايز ان شاء الله يبعت لي 52 اجابة اسئلة ان شاء الله، تمام؟ لان احنا هنعمل اكتر من امتحان. الهدف خلي بال حضراتكم ان شاء الله كل الناس اللي بتحضر معانا ان شاء الله تاخد الشهادة، مفيش كلام. الهدف ان انا بحط قدام حضرتك قدام اسئلة بخلي حضرتك تذاكر عشان تخش امتحان، علشان لما ان شاء الله تخش امتحان بتاع الشهاده تكون الامر ده بالنسبه لك انت معتاد عليه. ف يعني ما تعملوش زي احد الكورسات كنت بديها، فقلت لهم ان في امتحان فترجع ناس غابت، يعني كان شيء غريب جدا. قلت بعد كده انا هاجي اعمل امتحان من غير ما اقول، يعني الناس سبحان الله في رعب من ايه؟ من اسم الامتحان. نبدا ان شاء الله 9:05 اهو. نبدا السؤال الاولاني. لو حد عايز يدخل في السؤال الثاني. مهندس سيد بيقول ان احنا ناخد الملف والاجابه الصح نعملها باللون الثاني. مين يعرف يحمل الملف؟ التقنيه دي مش عندي دلوقتي ان احنا نعرف نحمل الملف. فيعني حضرتك تكتب واحد، يعني اعتقد سهله جدا انك تكتبها بورد واحد ايه اتنين كل ما تحل من سؤال. طب في مكالمة ممكن تكون تخص الكورس، خلي معانا. الو مين معايا؟ لا لا حضرتك مين ده غلط؟ مين ده غلط؟ شكرا. فكرت حد من بتوع الكورس طلعت ان انا ده غلط. ايه في الموبايل؟
اه بتحل في ملف وورد وتبعته الايميل بتاع المهندس اسلام مهدي. ماشي حضرتك، قدامك السؤالين اهو، قدامك السؤالين يا باشمهندس اسلام. اه تحل في ملف وورد بسرعه كده، واحد مثلا ايه او بي، اثنين ايه او بي او سي او دي، بسرعه كده. وانا سايبك السؤال ده قدامك. ممكن تنقل البيانات الرئيسيه بحيث حتى لو انا عديت السكرول قلت ايه؟ مهندس ايمان بعد اذن حضرتك اف اف ايه وادخلي تاني، اكيد في مشكله في النت عندك. طالما مفيش شكوى جماعيه يبقى بعرف ان دي مشكله فرديه عند واحد معانا. تمام كده ايه؟ خش على السؤال التالت. برضه هيبقى قدامنا السؤال التاني موجود. على فكرة في بعض الأسئلة متكررة من الأسئلة كنت بحطها، حتى إيه نشوف برضو الإيه، بعض الأسئلة مكررة من الأسئلة كنت بحطها في بعد الدروس. كده بقى يعني زمن تلات أسئلة يعتبر إيه؟ خلص. بص على السؤال الرابع. طيب مش نسيب حتى عشان لو حد إيه؟ مش هنجيب السؤالين مع بعض. نسرع شوية. معلش يا باشمهندس أوشة الترجمة حسيت إنه هيبقى كبير أوي على ال، أنا قلت يعني أنا قلت احتمال واحتمال، معلش. هجيب التالت، معلش هجيب، هرجع لكم بالتالت تاني معلش. انا حبيت اصغر شويه عشان ايه نجيب التالت والرابع مع بعض. اسف. عايزين نقعد اعتقد التالت خلص. ماشي وانت شايف، ماشي خلاص نخش على الشهر الرابع والخامس. خلي بالك حضراتكم انا مديكم دقيقة ونص الامتحان، اقل من دقيقة ونص السؤال. معلش عشان احنا بنتدلع كده عشان اول امتحان ليه، فيبقى فرع نفسنا ما نقعدش بقى على ايه ماشي خالص ماشي. سؤال سؤال، لا ما عشان الناس كلها، ما هو في اكتر من سؤال صعب ان احنا نقول سؤال سؤال. حاولت ماشي عشان صح.
ماشي يا فندم، عماد المحصل الخامس. شوف نكبر ونقول السؤال زي ما نفقد. أنا ما عادش أتحرك أهو، خلاص. خلاص معلش يا فندم، آسفين. شكلك مش هتسجل لنا بقى، فهمنا معاك كده. هات كده 9 دقايق المفروض تكون خلصت السؤال السادس، خلي بالك حضرتك. خش على السؤال السابع، معلش اللي هيفوته حاجة مش يبقى هو ايه، يبقى هيتهم البطء بتاعه. السؤال السابع موجود قدامنا، في أي مشكلة؟ يضرب 7 على 5. خلاص 7 زمن راح، انا كان زود الزمن مش هينفع حضرتك. احنا وريناكوا 7 دلوقتي، احنا 8، مش في مشكلة في 7 ولا ايه؟ مش عارف. باشمهندس محمود كريم رافع ايده، فيه يعني مشكلة؟ ماشي. اصحاب ابو وهاب برضه رفع ايده تاني، مشكلة؟ لسه داخل. طب حل اللي قدامك وبعد كده حضرتك تحل كل سؤال مهندس محمد،
حل السؤال اللي قدامك تقول 8 ايه فعلى فايل وورد، 9 بي سي دي زي ما السؤال هيجي لك، 10 كذا، حل لغايه 30 وهنعلم لك انت بقى، نشوف هنعمل ايه مع بعض من 8 لل 30. وتبعته على فايل وورد، تبعته على الميل بتاعي طبعا. مهندس محمد انت بعت لي على الميل قبل كده. خش بقى على السؤال التاسع. ماشي يعني اعمل وتاخد شاشه صورة ماشي، مفيش اي مشكله، اعمل اي طريقه تقدر عليها. فكره حلوه مهندس عمرو، بيقول لكم اعمل برنت سكرين خد الشاشه صورة. دي سؤال واحد كله، معلش هبقى وممكن هكلمكم بس في السؤال عشان طويل شويه. بيقول لك ان resources your boss tells you that one of your resources is needed on another project. واحد من الريسورس دي اللي شغاله في الحاجات دي في الاكتيفيتي دي طالبينه يشتغل في مشروع تاني. assuming that all the resources working on which activity. الراجل ده يعني هجيبه من انهي اكتيفيتي؟ بيديك الفلوت بتاعت كذا اكتيفيتي بي وسي ودي واف وجي واتش واي. فبيقول لك تقترح بقى ايه عندك اخده من الاكتيفيتي دي؟ طيب ولا بي، معلش هو ده السؤال بس عشان طويل شويه، اخده من الاكتيفيتي سي، ابص على الاكتيفيتي سي تمام، ولا سي هاخده من الاكتيفيتي اتش تمام، ولا هاخده من الاكتيفيتي بي اللي فوق. فهمنا السؤال؟ نبص بقى على الفلود دي، هي الفلود دي هي راس السؤال بتاعي. انا عندي في واحد صنايعي كويس هاخده من الواحدة من الاكتيفيتي دي، انهي اكتيفيتي هاخده منها؟ من الاكتيفيتي دي ولا من الاكتيفيتي سي ولا من الاكتيفيتي اتش ولا بي؟ ممكن تنزلوا تطلعوا بالستور بار حضراتكم ولا انا؟ طب يا ريت خلاص. خلاص لو كده ماشي كويس جميل. يعني دلوقتي ممكن تنزلوا تطلعوا؟ ما المشكله هتتحرك مع الكل. طب ما ده اللي انا عرفته، انا ممكن افتح لكم التولز كلها بس واحد هيطلع فوق واحد هينزل تحت. معلش نمشي كده لغايه ما ايه؟ ما الامور يعني تمشي. خلاص السؤال ده فهمته؟ فهمته المغزى بتاعه؟ اعتقد كلنا فهم. مش هيتفق. صعب قوي نقدر ننزل طلع كلنا يعني. صعب جدا يعني. واحد خلص سريع واحد تاني مش سريع. ما هو حضرتك اللي هتعمله حضرتك مهندس محمد راوي اللي انت هتنزله غيرك مش هينزل. السؤال ده اعتقد يتفهم. نخش على السؤال 10. اهو قدامك اهو. عندك ال 10 وال 11 كمان في الصوره. السؤال 10 اعتقد تمام، خد وقته. مش هسأل 11 معايا 12.
النص عندك از اوبن بوك المفروض لا بس انت ممكن يعني تعملوها بقى بس احنا عايزين ما نغش نفسنا يعني ماشي يا صحاب طيب هنعيد ماشي لحظة انا نخليها مع بعض كده ولو في مشكلة نعيدها مع بعض خلاص مفيش اي مشكلة مش هيحصل هم ولا محمد سؤال 13 ما قدام ال 13 انا شايف 13 قدامي شايفين ولا لا كلمة حلو طيب هحاول احمل لكم طيب ممكن الدعم يدخلني على الصفحة عشان احمل دعم يدخلني على الصفحة احمل عشان اللي عايز يحل بره بسرعة بس نركز على السؤال الموجود قدامنا متسجلتش ليه بقى؟ فريق التسجيل ما كانش موجود؟ ماشي بتحط تسجيل؟ لا مهندس محمد حافظ هيرد على حضرتك بس حد يبعت لي بس الصفحة انا ممكن عشان ادور هاخد حوار كتير لو حد يعرف يبعت لي الرابط بتاعها بسرعة ارمي لكم الفايل هناك هتسجلها هترفع النهارده المحاضرة اللي فاتت هترفع النهارده ان شاء الله ماشي فرنسا مهندس محمد حافظ بيقول لكم انها هتسجلها هترفع النهارده عايش جماعة عندهم شغل كتير معلش ماشي مهندس محمد حافظ بيعتذر بالتأخير بس دي الصفحة تمام الصفحة اللي هي بتاعت الأكاديمية تمام ماشي ماشيكوا شوية نتابع معانا اهو 15 ايه واضحة ايه يعني الاستار بس زمن الاسطويل
انا عملت حملت على ميديا فاير دلوقتي، هديكوا رابط الايه الملف. ونحل بالزمن اللي عندي. تعرف يا استاذ عمر معلش انا اتاخرت عليكم في الطلب ده، بس انا برضه همشي مع الناس اللي هي عايز تتابع معانا الطريقه دي. احنا بادئين وخمسه وكنا 150، بس اللي احنا فيه كده هيبقى صعب شويه. 150 ما اظن دلوقتي ممكن اعرف طريقه الحل. ماشي خلاص، رابط الملف اهو، هتخلي 30 سؤال تكتبهم وتعمل فايل وورد منفصل، تكتب واحد او ممكن نفس الاسئله لما تاخد فايل وورد تعلم على الاجابه الصحيحه فيهم في ال 30 سؤال وتبعتهم لي على الميل بتاعي اللي هو اهو. انا عايز الناس كلها تبعت لي باي اجابات. الأسئلة عن تظهر غير سؤال 23؟ ليه بقى؟ طيب أنا فتح افتح أنا الاسئله تظهر. المهندس مزن بيقول لغايه 30. هنشوف ايه بقى، هل التحميل في مشكله عند حضرتك يا مهندس اسراء؟ مهندس اسراء راجع. طب ايه ليه لغايه 23؟ طب كله لغايه 30. خلاص نركز، بس نركز في الاجابات يا جماعه، نركز في الاجابات. احنا عايزين نطلع من ايه، من امتحان هنستفيد ايه. احنا هنقعد بقى نحل بقى سؤال بعد كده، بس على حضرتك بعد. لا تظهر مش ظاهرة؟ اشمعنى مش عارف. انا فاتحه من على الملف، واصلة لغاية 30 حضرتك. واصلة لغاية، عشان برضه كنت واصلة لغاية 28، انا مش عارف. يا سهل لغاية 30. كملت 23؟ طيب طب خليك معايا في الشاشه، امشي معانا بقى في الشاشه بتاعتنا بقى. وباقي مش موجود يعني شيء غريب. حملت الملف اللي هو اللي انا نزلته. انا عملت ايه؟ طب الملف اللي انا نزلته، رابط الملف ده انت حملتيه؟ اللي عايز يحل معانا احنا ماشي تمام. طب حضرتك تكملي معانا السبعه الاخيره يا باشمهندس اسفر لو عندي. الصوت عند حضرتك بيقطع. طب اخرجي وادخلي تاني كده. ما بيقفش. مهندسة في دعم التدريب، يا ريت نقفل الياهو والسكاي بي وأي برنامج داونلود. لو مشكلة مستمرة نعمل ريفريش ونغير الصفحة للفايرفوكس، نخلي المتصفح فايرفوكس مش جوجل كروم أو كده يعني، نشتغل على فايرفوكس. طيب احنا ماشيين اهو، اللي عايز يشتغل معانا.
أفهم. المحاضرة 9، كان في مشكلة اتكلمنا عنها، بس هنبقى نشوف، يا ريت نخليها بعد الامتحان. كويس انك قصرت المدة دي، بعد الامتحان نبقى نتكلم فيها مع الناس بتوع التسجيل. ماشي يا صحاب. ما حضرتك يعني ربنا مديك قدرات عالية، ممكن غيرك يكون قدراته أقل شوية. ماشي يا صاحبي العبيط. مهندس محمد حافظ بالجري إعادة تسجيل المحاضرة وهيتم معالجة الخطأ إن شاء الله بقى. نص محمد حافظ ناوي ان هو يطلع الاول، فبص بقى ركز بقى. احنا قلنا هنقول 5 الاوائل، 5 الاوائل هيتقالوا لوحة الشرف كده في المحاضرة الجاية على طول ان شاء الله. هنقول 10. ماشي. ربنا يستر علينا جميعا. دخلت متأخر نص ساعة، ده الامتحان كله مدته نص ساعة تقريبا. طب انا نزلت الفايل مع باشمهندس مزمل، وحاول تحله بسرعة. الفايل قدامك اهو، اللي هو اللي انا نزلته، هتجيبه تاني، حد ينزله تاني باشمهندس مزمل، نزله يعني، حل بسرعة، حاول تسرع، وانا هدي زمن اضافي شوية بسيط يعني. ماشي، ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك. وهنعمل حسابنا ان حضرتك كنت يعني. ما اشتغلش؟ طب نعمل ايه بقى في عشان انا نزلت ملف لم يعمل، مش عارف اعمل ايه. هتنزله تاني؟ مش عارف اقول ايه. الناس بتوع الدعم يقولوا له المهندس اشرف عبد الفتاح نزل الملف وما اشتغلش، يعني ايه؟ ودخلت متأخر وما اشتغلش الملف، مش عارف والله يا باشمهندس أشرف. طب حد من الدعم يساعده يا جماعة، يساعد المهندس أشرف عبد الفتاح. المهندس بلال بيقول أنا بقالي أربع محاضرات ما حضرتش، بس بجرب أحل. ده ممكن تحل أكتر يعني. إن شاء الله. المهندس وائل بيقول له نسخة الأوفيس. مرحبا بيك بقى يعني، على عودتك هنا ان شاء الله. شلون كده؟ طب نحرك اللي شغال معانا على السبورة، اعتقد قليلين. عايز 27؟ طيب حد عايز 27؟ شكرا. مش عايزين، بس 27 عايز 27؟ طب قدامنا الوقت، قدامنا الوقت، وارجع لك عشان صغير. ماشي. بس 28 طويل شوية، هنسيبه له، نسيبه 3 دقايق وبعدين نرجع لسؤال حضرتك.
الناس بتوع التدريب بيقولوا المشكلة في نسخة الأوفيس، لو كان الأوفيس بتاعي أحدث من الأوفيس بتاع مهندس أشرف مفيش مشكلة. أنا لسه داخل مش فاهم أعمل إيه. لأ صعب يا باشمهندس إسلام، يعني فاهم حضرتك الأسئلة اللي قدامك تحل. أه قلت حل إيه ده، خلاص الامتحان قرب يخلص. إحنا بنعمل امتحان وكل واحد بيجاوب سؤال. طيب وفي ممكن تحمل امتحان من جوه الشات، موجود رابط الملف، تحمله وتحاول تحله على ما تقدر يا باشمهندس إسلام. في حد تاني حمل ملف وما اشتغلش؟ دعم بيسأل حضرتك. مهندس محمد حافظ منزلك الصح اهي. فين اهو مهندس محمد حافظ منزله. قبليك على طول في الشات. 28 المهندس محمد حافظ وبعدين خش على 29. مهندس وائل ايه؟ كلام حرف مهم يعني. اوكي اوكي يا نخن. حطيناها على الايفنت، محطوط على محطوط على الرابط. لا في رابط غير الايفنت، في رابط موجود حد ينزل له المهندس فضل الرابط. الرابط موجود على الشات، على الشات المهندس محمد فضل ينزله لك، حمله واشتغل عليه وهنزله بقى على الايفنت. ما تقلقش او دلوقتي انتوا بتشغلوا في الامتحان كده تنزلوا على الايفنت. نزلت على الايفنت لو حد عايز. لا ده عنه وعنك يا مصطفى. طب اللي عايز سؤال 29 معاك. حد عايز حاجة في الأسئلة اللي ورا؟ بس المفروض انتوا معاكم تعرفوا تجيبوا من فايل وورد. لو حد عايز يعني ما عرفش يحمل فايل وورد وعايز ما يجيب سؤال معايا ميلي. ماشي كتبته تالت مرة انا اكتب. حطه بفونت كبير شوية. لا اسف ليه، لا اسف عليه حضرتك كمان ما قلتش حاجة غلط لما تقول لي ميلي عشان بقولك تالت مرة. لا أنا مش قصدي حاجة، لا لا أنا آسف والله، لا أنا اللي آسف مقصدش ده. لا لا مفيش حاجة يا باشمهندس، أنت حقك إنك تطلب أكتر من مرة مفيش أي مشكلة. أهو مهندس أهو نزلهولك أهو. مهندس أحمد عمرو إيه الأرقام 27 21 23. احنا ايه هنمشي مع الطلبات معلش، فخلينا ايه مع بعض. طيب نرجع من ورا قدام، نرجع على 23. اي 23 اهو. عليكم السلام يا باشمهندس نهاد. باشمهندس عمر بيتعمل انهيت ابعت على الميل، ابعت على الميل. عايز الميل بتاعي يفرق على النهارده 50 ميل. ان شاء الله اروح اشوف كده الميل بتاعي اختاره ايه.
في ثلاثة بعته، مهندس سعيد، مهندس إسراء، مهندس أحمد الشافعي أستاذ بتاعنا في البرمافيرا، ثلاثة أهو. يلا فين الباقي؟ فين بقية الناس؟ مهندس إسراء بعتت، فبعتت أنا متأكد شفتك ثلاثة. مهندس إسراء دايما تصنيفها الأول في الواجب، أول واحد تبعت لي الواجب. صوت اعمل ريفرش يا باشمهندس هوندا. سؤال 30 مهندس شادي، ماشي اهو سؤال 30. مهندس طلع السؤال التاني، طيب نص دقيقة كده مع المهندس شادي وبعدين نرجع. ابعت الاجابات اللي خلص يبعت، انا بس مع الناس ايه عشان ما عطلتهم شويه عشان ما اخدش ذنبهم اجيب لك يعني الدعم، ربنا يبارك فيه النهارده يعني شغالين تمام يعني نجاوب على اي سؤال من الناس. طيب في حد كان طالب السؤال التاني ما اعرفش، تاني الرجوع للتاني ده بيعمل يعني مشكله كبيره، هنحاول اهو. تمام السؤال التاني كان عايز السؤال التاني. عايز السؤال الأول يا محمد سبحان حافظ أهو هنزوده بس مش كتير عشان بس يعني إيه هزوده 5 دقايق. عفوا حضرتك أنا بمر حضرتك، أنا عارف الظروف اللي هي ظروف النت طبعا عارف فيه مشاكل بس هنزوده 5 دقايق، وخلي بقى حضرتك إن 45 دقيقة أصلا دي زيادة. 30 سؤال بس ما تقلقش. مهندس اي سيفل بس الحلوة بتوع مدني دول. ادي عرض 30 بعد ان شاء الله 3 شابتر كمان ممكن نعمل 50 مثلا، ممكن في الاخر نعمل سيموليشن 200 سؤال، ايه المشكلة؟ ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا كده. ايوه ما صار عاوز مستعجل بيقول لك قول لي زعلان. معلش ما انت شادي يعني قلت لك ال 30 ما انت بس بعت الاجوبه نشوف الناس نرجع تاني مش ما حدش يزعل. طيب ما مش مهندس انا جبت لك ال 30 طب ما تخش على الفايل. انا اقول لحضرتك مش انا هجيب المهندس شادي ال 30 عشان المهندس شادي ما بيحبش يزعله عشان الناس اللي يبعتوا لنا على طول. مين اهو والله انا وصلني 3 بس اكيد في ريفريش المفروض يحصل يعني. مهندس احمد الشافعي ومهندس اسراء ومهندس سعيد. هو 3 بس ممكن يكون انا المفروض اعمل ريفريش على الصفحه كده. جه كتير مهندس عاطف مهندس فريهان مهندس منسي شوف كده مين كمان انا جاي دلوقتي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 واحد بعد مهندس عاطف فاروق مهندس مصطفى البدراوي مهندس فريهان مهندس احمد علي مهندس منسي مهندس احمد حسنين مهندس مجدي القايد مهندس سعيد انور سيد انور او سعيد انور وسعيد مت ومهندس اسراء ومهندس احمد شافعي 8 9 10 11 11 واحد بقى دلوقتي. فين الدارين؟ لا مش عارف
وصلت لما تمان صح ماشي كلكم وصلت الاخر الحمد لله. لا 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 بلاش الحركات دي يا مهندس محمد. تسجيل ايه بتسجل بايدك ولا ايه؟ اصل محمد ابعت بلاش الحاجات دي انا فاهمها. ربنا يبارك فيك. انت بالذات بالذات لازم تبعت. مش هتعرف تغير الشاشة حقيقي يعني؟ ما هيقولوا كوسة لما اجي اديك الشاشة في الاخر هيبقى كوسة بقى ولا ايه؟ ما يقدرش يغير خلاص. ما عندي فريق الدعم بيتكلم على حاجة. طيب ماشي ماشي مصدقك من غير حلفان. مصدقك مصدقك ماشي فهمت. ابعت بعدها على طول بس انت طبعا مش هتعدل اي اجابه من اللي انا هقولها دي حاجه بينا كده صداقه يعني. تصطولك عندنا شفت بس على حضرتك ما لغاش اي اجابه. طيب ماشي طيب خلاص كده كده ان شاء الله كده اعتقد كده خلصنا. المهندسه نعمه تقول الايميل ياهو ما بيفتحش عندي انا حليت لكن مش كل الاسئله. طب حضرتك ابعتي انت حليتي ايميل. هل ممكن يحصل تنزيل على الفيسبوك؟ ممكن يعملوا تمام حولوا على الصفحه بتاعتنا صفحه الايفنت نزله. ما هنشوف اللي احنا هنحل مع بعض الاجابات يا باشمهندس بلال. حكينا على مشكلته مع الوورد فبقول للسكرتير اللي بعته. السكرتير ده يعرف بي ام بي ولا ايه؟ المهندسه اسمها بتقول لي انا بعت. ما انت اسمها شفتها في الاول ولا لسه بعت دلوقتي؟ طيب لا انا معلش ممكن ريست يعني هنرجع يعني بعد 8 دقايق نرجع كده. هريح شويه كده ماشي خلاص. ده انا واصل ان شاء الله. شوية جايين برضو كويسين. طب بسرعة كده انا لسه هحل اول سؤالين يعني مش هتأخر كتير. انت هفرغ لي عايز اتأكد ان اسمك وصل. هو في مهندس سايق كتير انوار ولا وصلني مهندس محمد. تمام نزلت خلاص ماشي نزلت خلاص. طيب لا ده واصل من زمان انت سعيد. لا لما انا شفت انا مش كاتب اسمك بس انا جبتك من على الفيسبوك ماشي. طيب الناس كلها وصلت لما نخلص بس بقى نحل مع بعض وبعد كده نشوف مين اللي بعت ومين اللي ما بعتش. بس ان شاء الله كلكم بعت كده اول شيء كله هيوصل لو انتوا بعتين صح ان شاء الله كله هيوصل ماشي. نرجع تاني بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني طيب السؤال الاولاني بيتكلم عن الايرنت فاليو مانجمنت اللي احنا لسه واخدينها المحاضره اللي فاتت. بيقول لك ان بنعمل سوفت وير بروجكت فبدأنا احنا في نص المشروع جابت كانت بالتنجيم. انا مفيش تنجيم عشان صعبات. احنا قاعدين مش قاعدين بنتعلم عشان في الاخر ننجم. طيب during the software بقول ايرمت فاليو is perform and gives the following result. الايرمت فاليو 523 طيب والبراند فاليو 623 يبقى هنا بقى هطلع السكادوال فاريانس. السكادوال فاريانس هنا بكام؟ 523 ناقص 623 بسالب 100. طيب والايرنت فاليو تمام ناقص الاكشوال كوست هيطلع بسالب 120 يبقى هو الاجابه ايه؟ دي. كله جميل قوي جميل جدا يبقى الاجابه دي هي الاجابه الصحيحه. يلا ضمنا درجه ولا ما ضمناش؟ خش على السؤال الثاني. في حد جاب واحد 30 واحد من 30 في كتير جاب واحد 30 الحمد لله. نخش على السؤال الثاني. ال
المانجمنت هاز ديسايدد تو كراش بروجكت، عايز يعمل ضغط للبروجكت عشان ما يحصلش عليه بينالتي، يعني لازم عايز ينفذ المشروع في الميعاد المحدد. تمام؟ تو كراش ذا بروجكت عشان اعمل ايه؟ يوزر اوفر تايم، هعمل اوفر تايم او احط ريسورسز شود بي اسايد تو. طيب احط على الاكتيفيتيز كلها، انا عندي مشكله وعايز اوصل ان انا ما يحصلش عليا غرام التاخير. هعمل بقى مجهوداتي على الاكتيفيتيز كلها ولا على الاكتيفيتي اللي مدارها طويله؟ شوف مهندس احمد حسين اختار الاجابه دي، على الاكتيفيتي اللي مدارها طويله ولا على الاكتيفيتي اللي على الكريتيكال باس، وببدا بالايه؟ لوست اديشنال كوست اكتيفيتيز. تمام؟ ولا اللي عليها ريسك عاليه؟ طبعا المنطقي والطبيعي هو السي، مش الدي. لا، ببدا بالكريتيكال باس، لان على الكريتيكال باس لما بقلله بقلل زمن المشروع، انما الديجري اوف ريسك علاقتها بقلل زمن المشروع. بالعكس الديجري اوف ريسك ممكن يكون لها هتطلع فلوس كتيره. مسخره وفرحان. يبقى الاجابه السؤال الثاني اجابه سي. ليه؟ لما احب اقلل اعمل كراش على جدول المشروع ابص على الكريتيكال باس. شيء منطقي، لان الكريتيكال باس نو فلوت، مفيش فلوت. تمام؟ اي تاخير يوم في الكريتيكال باس ياخر المشروع، ولو عرفت اعمل كراش في الكريتيكال باس هعرف اخر ايه؟ اقلل زمن المشروع، اوصل ان انا ما احصلش عليها البينالتي ايه؟ بيمنت، اللي هي غرامات التاخير بتاعتي او غرامات الجزاء بتاعتي. تمام؟ خش على السؤال الثالث. بيقول لك انت بروجكت مانجر في كمباني، تتابع على نظام البروجكتايز. فاكرين البروجكتايز؟ All your team members work in the same office where you have a lot of independence and authority. طيب عايزين بقى نسيبك من كل اللي فات ده، ملوش لازمه. بيقول لك كل الحاجات الجايه ادفانتج للبروجكتايز ما عدا واحده، ان الواحد يكون لويالتي للبروجكت. دي ادفانتج للبروجكتايز، ان انت عندك الولاء بيبقى المشروع. يبقى دي اجابه، مش دي اجابه. هوم فور ذا تايم ممبرز افتر ذا بروجكت از كومبليت، لا ده هي نو هوم. يبقى دي المفروض تبقى دي اجابه. بس نشوف الثالث. افكتف كوميونيكيشن، يبقى في افكتف كوميونيكيشن. وافيشنسي طبعا البروجكت. يبقى هي الاجابه ايه؟ بي، الوحيده اللي مش موجوده في البروجكتايزد اورجانيزيشن. بي. تمام تمام. في حد جاب ثلاثة؟ في حد جاب ثلاثة لغاية دلوقتي؟ في ناس جاب اثنين، المهندس سايبه لنا، المهندس عامله لنا، الحمد لله. طيب يلا كويس، خش على الرابع. لسه هنقول بقى في حد جاب 15؟ 15؟ طيب تمام ماشي. المهندس نعمل تقول انا جبت ثلاثة، طب انت بتشتكي ليه؟ تمام. المهندس عامله لنا بغيتها كده. ما كملش الماتش صح؟ طيب. فيريفاي سكوب. تمام يا باشمهندس. اثنين تمام. اوبتيننج ستيك هولدر فورمال اكسبتنس، هي تعريفها كده، ان انا بعمل الفيريفاي سكوب، ان انا بعمل فورمال اكسبتنس. تمام؟ قبول رسمي لكومبليتد دليفرز. تمام. ويتش ستيتمنت ريليتد تو فيريفاي سكوب، يعني بعض في اربع عبارات عايزين نشوف مين فيهم اللي صح في الفيريفاي سكوب. فيريفاي سكوب بروسيس از سيميلر تو كواليتي كنترول، نورمال بيرفورمنت افتر كواليتي كنترول، بس ذيس تو بس مي بي بيرفورمنت ان بارلل. ولا الثالثه انديكيتس ات ذا اند اوف ذا بروجكت، فيريفاي سكوب از ذا فاينل فروم فور ذا سبونسر. فيريفاي سكوب احنا قلنا بتحصل في الدليفربل، مش لازم تكون في اخر المشروع يا سبونسر وكاستمر. دي مش لازم، يبقى دي مش اجابه. بيقول لك اند اوف بروجكت، برضه دي مش اجابه، لان هي مش انتهاء المشروع، ده انتهاء جزء ديليفربل، حته معينه، اعمال دهانات، الاساسات، تمام، حاجه معينه عملتها ديليفربل فايه ده. طيب بيقول ايه؟ متشابهه مع كواليتي كنترول؟ لا، الاجابه دي غلط يا باشمهندس نعم. تمام؟ طيب احنا حسبناها كده، شكلنا كده. طيب يبقى هنا متشابهه مع كواليتي كنترول. طب نشوف اللي بعدها. بيقول انت عشان تيجي تسلم فيريفاي سكوب، يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انت عملت الشغل وعايز تسلمه للراجل اللي ايه؟ اللي هو المفروض المالك. فانت قبلها بتعمل على نفسك كواليتي كنترول، وممكن الاثنين يتزامنوا مع بعض، اذا الاجابه بي اقرب الاجابات للصح.
تمام؟ ما بقول لك الاجابه دي مش غلط يا جماعه. لازم نقول ان ساعات في البي ام بي بيبقى الاجابتين صح، وفعلا ايه وبي مش غلط، لكن اجابه بي اجابه موضحه اكتر، بتقول لك ان هو دايما بيتعمل بعد الكواليتي كنترول. يعني بقى يعني حضرتك بعد ما خلصت بي الزراعي صحيح، الله ينور عليك. تمام؟ بالنسبه لحضرتك خلصت السوفت وير بتاعك، انت راجل بتاع اي تي، خلصت السوفت وير بتاعك، انت بتعمل له كواليتي، تختبر السوفت وير قبل ما تيجي تسلمه للعميل بتاعك. تمام؟ ده السؤال ايه؟ الرابع. ثلاثه لا طبعا، ثلاثه ايه؟ لا مش لازم تكون، لا مش لازم ازداد. اللي ماشي على النظام القديم امتحان بي ام بي اطول سؤال هو الصح، بس بطلوها خلاص. مش شرط ان اطول سؤال يكون الصح يعني. تمام ماشي، احنا لسه بنقول اطول اجابه يكون الصح. تمام مفيش مشكله، احنا لسه بنتكلم معاكم في اسئله بسيطه شويه، ما دخلناش في السيتويشن، يعني كنت بحاول اقلل السيتويشن شويه. ماشي، الامتحان الجاي ان شاء الله هنحاول نزود في السيتويشن بتاعك. شوف بقى الخمسه. طيب لما بعمل برزنتيشن الديفرنس بتوين المايل ستون شارت اند بار شارت، تمام؟ ذات اللايك بار شارت مايل ستون، ايه هو الاجابه؟ ان انا بعمل الاكتيفيتي الاكتيفيتي ستارت اند اند ديتس، تمام؟ هو ده الفرق، ولا ديبندنسي امانج تاسكس بتبقى هي الفرق ده، ولا بعرف السكادول ستارت والكومبليشن الميجر اونلي اند نوت اول ذا تاسكس، ولا بوري السبورتنج ديتيلز. طيب بيسال هنا السؤال ما بين المايل ستون شارت والبار شارت، تمام؟ اي حاجه هنا يعني الفرق بينهم، اي حاجه هنا بتبقى ان المفروض الفرق ما بين مايل ستون والبار ان هو بيبقى الحاجه المميزه بينهم ان انا بيبقى فيه ديبندنت امونج تاسكس البي، ان انا بعرف الاعتماديه اللي هي ما بين ايه؟ اللي هو ده اللي بيفرق ما بين البار شارت والمايل ستون شارت. المايل ستون عباره عن نقط، اما في البار شارت هو عباره عن علاقه ما بين تاسكس وبعضها. تمام؟ لذلك الاجابه دي اقرب الاجابات ايه؟ للصح. تمام. طيب بيقول لك الكلاينت طلب منك، تمام؟ طلب منك انك تحط سكوب في البروجكت. البروجكت قالك اندر بادجت واند ليتل، وات شود يو دو؟ نسيتنا من الكلام اللي هو اندر بادجت وليتل هيد. طيب اعمل ابروف للتشينج، ولا اعمل ديترمن ذا افكت اوف تشينج، ولا اسال السبونسر ابروف اعمله ولا لا، ولا ابعت للسي سي بي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. تمام؟ ايه ولا ابعت للسي سي بي؟ لا طبعا ديترمن ذا افكت اوف تشينج، قلنا بالظبط تشيك فيرست، انا لازم ان انا اعمل ديترمينيشن، اعمل ايفالويشن، يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ بي 6. طيب نشوف على الاجابه 7. لما انا كنت بكمل الشغل واحد بروجكت تيم قال لك ان في ورك باكج اتنست في ال دبليو بي اس، وات از ذا بيست ثينج تو ايه؟ المصعب عبود من السي سي بي، سي سي بي اللي هو تشينج كنترول بورد، ده سي سي بي ده يا باشمهندس ده زي مجلس اداره التغيير. لما بيكون عندك كمدير مشروع هو بس ما اعبر على السي سي بي ده ايه؟ لما يكون عندك لما يكون عندك تغيير هيأثر في التايم او الكوست او السكوب، برفع عليه حاجه اسمها السي سي بي، زي مجلس اعلى للتغيير. تمام؟ ده هو ده اللي ايه؟ اللي عليه ان هو يغير. تشينج كنترول بورد، تمام كده. فعلا اللي هو هو الكومبليتنج ورك تيلز يو ذات ورك باكج هاز، نسينا ورك باكج، وات از ذا بيست ثينج؟ انتظر علشان تشينج ريكوست،
ولا احطها في الدبليو بي اس، ولا اعمل زي ايه نتورك ديجرام، ولا احطها في الاستيميت؟ طبعا الاجابه زي ما الناس كاتبه اللي قدامي مانسي فعلا هي ايه، انتظر لغايه ما اعمل تشينج ريكوست، ده هيسبق ايه الدبليو بي اس، نحطها في الدبليو بي اس. يبقى اعمل تغيير، انا نسيت الحته الفلانيه، ابدا اعمل ايه تشينج ريكوست وامشي بقى في الاجراءات بتاعتها. تمام، ده السؤال ايه سبعه. خش في السؤال الثاني، بيقول لك رئيس الرئيس التنفيذي للشركه has assigned a project manager to project. The CEO has wanted to do for a long time. What should the project manager do first? نعمل inputting together a basic cost analysis. يعني ايه ده، نعمل معاه basic cost analysis ولا يشاركوا مع الستيك هولدر، تمام؟ ولا produce a ranking of all visible study project including all designed assigned project، تمام؟ ولا get the creation of the project charter. لا، لازم يعمل البروجكت شارتر، خلي بالك ما يشتغلش. والاجابه دي خلي بالك ممكن يكون في اجابات اصعب من دي شويه، يحط لك دي ويحط لك ثلاث حاجات ثانيه، وحصل مثلا مشكله خطيره، يجيب لك في السؤال كده وحصل مشكله خطيره، يبدا بروجكت شارتر ولا يشتغل؟ لا، يبدا بروجكت شارتر. هو اصلا كل شغله قبل بروجكت شارتر مش محسوب. بروجكت شارتر هي الورقه اللي تديله صلاحياته، تديله ان هو له سلطه. يبقى لابد نعمل اول حاجه الايه؟ الكرييشن بتاع بروجكت شارتر. طب حد جاب 8 من 8؟ مش هتلاقي الشات هيقف ولا ايه؟ ناس جايبه 7، كويس. انت ناس جايبه 6، 6 مش 8، عايز واحد 8، مش هنحسده ما تقلقش، مش هيحصل حسد ان شاء الله. ماشي ماشي، احنا هنقول درجه، احنا بنقول 8، ما قلتش على 7 ولا 6 ولا حاجه، احنا بنقول اللي جايب 8 يقول لنا، نشوف مين اللي جايب 8. تمام، بس في ناس جايبه 7، كويس جدا يعني 7. طيب ما تصحش اليوم بتاعي. على فكره انا مش هقول البيانات قليله، هبعتهم على الميل بتاعهم، مش ايه، مش هبعت، مش هقول للناس كلها. مال اربعه صحيح، نعم عند ربنا. المهم ده السؤال اللي انا سالت، اللي انا قعدت قلته لكم شرحته لكم، ان انت عندك جات التاني. ان انت عندك ريسورس معين هتاخده من اكتيفيتي معينه، فانت بتبص مديك كل الفلوس بتاع الاكتيفيتيز، تمام؟ هتبص كل دي لها فلوت 2 وفلوت 1 وفلوت 0 وفلوت، اكبر فلوت هو الاتش، يعني ده المرحرح، تمام؟ فده هو ده اللي اقدر اخد منه الريسورس ده، لذلك الاجابه هي ايه؟ سي، اللي هي سي، اكتيفيتي. تمام. طيب نشوف الاجابه 10. Which of the following is not normally an element of project charter؟ تمام. is normal، ايه هو اللي عمره ما يكون normally في project charter؟ Formal authorization ولا work package description ولا business need ولا product description to reference؟ ايه عندكم ايه؟ ايه اللي بقى؟ ايه اللي مش موجود؟ ايه اللي المفروض ما يبقاش طبيعي؟ السي، البيزنس نيد؟ ايه ده، الناس مختلفة. يا جماعة الواحد دي هي شرحها. السي دي من البيزنس نيد، دي قلنا اللي هي ان هي من المعطيات اللي بتكون موجودة. تمام؟ بروجكت ديسكريبشن موجودة. هي اللي مش موجودة ووك باكج ديسكريبشن اللي هي بي. ولا حد عنده اعتراض؟ ورك باكج ديسكريبشن مش هتكون موجوده، انا لسه في الاول خالص. يبقى كده صحيح ايه؟ بي. تمام. هو واي نوت ايه؟ جميل قوي. ده بيقول لك اللي نوت نورمالي ان اليمنت. تمام؟ الاولانيه ده هي نورمالي اليمنت، الفورمال اوثورايزيشن ده هي تعريف البروجكت شارتر كده. ماشي يا باشمهندس اي 7؟ مفهومه؟ ده هي اصلا جزء، هو بيقول لك ايه اللي مش طبيعي يكون موجود فيه. مهندس بيشرح لنا مهندس عامل، يقول لك دي حاجه بروسس متاخره شويه. يس تمام، الله ينور. خش على 11. بيقول لك التوتال فلوت از ذا اماونت اوف تايم ان اكتيفيتي كان بي ديليد.
يعني نبقى ننزل اجابة 8 و9. اجابة 9 سي، اجابة 8 بس بسرعة عشان مش هينفع اشرح تاني. اجابة 9 سي، اجابة 8 دي. ماشي يا باشمهندس محمد رضا، وبيسأل على عشان النت فصل عنده. طيب احنا كنا وصلنا للسؤال 11، بيقول لك التوتال فلوت اماونت اوف تايم ان اكتيفيتي كان بي دريد وزاد درينج ذا. بص بقى كومبيتر ديز ريكوايرد باي الكاستمر، ده غلط. والسسسور ده سي، ده بتاع الفري فلوت. تمام؟ يا اما هتبص يا دي يا دي. هنا عندك البولت وساكت، هنا هنا الكومبليشن ديت. اهو بتحط الصوت ازاي؟ انا هوطي صح، هوطي صوت انا مش هوطي صح. ماشي تمام. يبقى هنا عندك الكومبليشن ديت اللي هو بيبقى ايه؟ الاجابه صح. يبقى الاجابه بتاعت 11 ايه؟ اتناشر. A project is managed by project coordinator. تمام. Which of the following statement is most likely to be true? تمام. في البروجيك ماتريكس ولا مانجمنت باي بروجكتس ولا سترونج ولا طبعا هي اجابه ايه اللي هي ويك ماتريكس. تمام. ايه هو الصح للبروجكت؟ السؤال 13. طبعا بقى ملخبط لك الكلمات، اللي حافظ بقى التعريف صح يعرف ان هو الاجابه فين. تمام. اللي هو اجابه سي، يبقى اجابه سي الصح. temporary endeavor يعني مجهود مؤقت undertaken to create a new product or service or result كمان لو احنا عايزين. تمام. بيقول لك فاكرين الدلفي تكنيك؟ بيقول لك ايه هو اللي صح في ال ار تو اول ذا فولوينج اكسبت، يعني في واحده غلط من كل دول. طيب بيقول لك ان دي هنعمل اجماع من اكسبيرتس، ده دي من الحاجات الصح اللي موجوده. اكسبيرتس ار ادفايد بار بارتيسيبيت انونيمسلي، يعني ايه؟ بمعنى في الخفاء. يوز ا كويشنير تو سوليسايت ايديا. تمام. يبقى دي برضه صح. بيقول لك تو ميك دايركت كونتاكت، دي غلط. ده انا بخلي كل واحد، ده انا بخلي كل واحد ايه؟ ان هو ان كل واحد ما يتصلش بالتاني، فالاجابه سي هي يعني الحاجه الاكسبت، اكسبت يبقى هي الاجابه الصحيحه في السؤال ده. اني سكوب اوف اني اكزامبل اوف سكوب فيريفيكيشن، الاجابه ايه؟ بيرفورمينج بيرفكت كوست مالهاش دعوه، ديكومبوزنج مالهاش دعوه، مانجنج تشينجز مالهاش دعوه، يبقى الاجابه هي ايه؟ سكوب فيريفيكيشن اللي هي فيريفاي سكوب. تمام. الاجابه الصحيحه هي ايه؟ ايه؟ السؤال 15. بقول لك ايه هو ار نوت نيسيسرلي يوزد تو استابليش ذا كوست بيز لاين اوف ا بروجكت؟ سكت ولا خلي بالك؟ كويس ماشي يا باشمهندس الله ينور. مهندس وائل بيقول احنا كده ماشيين كويس. طب جميل، ان شاء الله احنا لازم يعني مجهودنا مع بعض يظهر نتائج ان شاء الله. طيب سكادول ايه عشان اعمل كوست بيز لاين؟ سكادول اكتيفيتي وورك باكج كوست استيميتس لازم يكون موجود. الورك بريك داون ستراكشر وورك اكسبكتيشن ده يكون موجود. البروجكت سكادول ريسورس كالندر موجود. طب ايه ده؟ ده ريسك ريجستر موجود، بس الريسك بريك داون ستراكشر مش لازم يكون موجود. يبقى هو الاجابه ايه؟ تمام. مش حلوه. طيب بيقول لك الورك بريك داون ستراكشر نمبرنج سيستم شوت الاو بروجكت ستارت تو، عايزين نعرف ايه الاجابه ايه؟ قولوا كده 17. الله ايه ايدنتيفاي ذا ليفل ات ويتش اندفيدوال دبليو اس اليمنت ار ايه فاوند. تمام. بيقول لك يو ار بيهايند سكادول، انت متاخر في السكادول، يبقى الان يبقى النظام الاجابه ايه؟ يبقى انت دي الاجابه الصحيحه. دي السكادول بيرفورمانس اندكس اصغر من ايه؟ من واحد. جميل جدا. شوف الاجابه 19.
بيقول لحضرتك خلي بالك نسيبنا من القصه دي كلها وهقول لك الاجابه يعني تعرف الاجابه منين؟ طيب الله ينور يا باشمهندس مزمل. دلوقتي الايست اد كومبليشن نيجي الاجابه ايه؟ تمام سي. عرفنا منين؟ الله ينور مهندس عمرو جاب لنا ويل بروجريس نورمالي. نورمالي يعني شغال على قديمه اللي هو اكشوال كوست زائد بوست زائد بادجت اد كومبليشن ناقص الايرنت فاليو. يعني بيقول لك ان اللي حصل في الفتره دي اللي احنا قسنا فيها ده يعني حاجه طارئه وعدت وانا ماشي على ايه؟ على النورمال. كلام جميل. ممكن الناس تفكر وتعمل يا ايه؟ قلنا الاجابه 20. هنا البروجكت مانجر معاه اوثورتي قليله تمام؟ وات فورم اوف اورجانيزيشن؟ اورجانيزيشن يا جماعه دي سي ودي مش اورجانيزيشن. نفهم السؤال ما يجيش يخدعك. طب هو بيقول لك اورجانيزيشن يبقى هو الويك ماتريكس ايه؟ هو مفيش الاثنين هم الاورجانيزيشن والباقي ايه؟ طبعا طبعا بي البروجكت مانجر الكل في الكل. ما ينفعش احط اقول ان هو ليه ايه؟ ليتل ايه؟ يعني نقول ان هو ليتل. لا ده بالعكس يبقى هو ايه؟ ويك ماتريكس. هو ايه؟ خش على بعده. ريسورس ليفلنج. عارفين ريسورس ليفلنج؟ ده تكنيك عشان ان انا بعمل مساواه ما بين الليفل بتاع شغل الناس او الليفل بتاع العماله اللي موجوده الريسورس الموجوده. طيب بستعمله في ايه؟ سكادوال ديفلوبمنت. تمام تمام. Which of the following is done during grid WBS؟ بيحصل ايه في ال WBS؟ اجابه اجابه. احنا في 22 21 ايه الاجابه الصحيحه؟ صح يا باشمهندس سبحان. في 23 في 21 قصدي في 22 ايه الاجابه الصحيحه؟ سي 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 ما شاء الله. تمام تمام حلو كده. خش على 23. بيقول لك ان البروجكت مانجر فيريفاي سكوب. فيريفاي سكوب يبقى الاجابه هنا ايه؟ سي طبعا. ليه دي يا باشمهندس؟ سي ليه؟ اكسبتنس فورمال اكسبتنس يبقى هي انا بضمن الاكسبتنس بتاعتي. انشور اجي اكسبتنس يبقى ايه الاجابه ايه؟ 23. يبقى فيريفاي سكوب دايما تساوي فورمال اكسبتنس. هو بيقول لك شود انشور اكسبتنس بيضمن ايه؟ الاكسبتنس. يبقى الاجابه الصحيحه هي 23. بيقول لك جروب اوف ريليتد بروجكت از مانجد ان كوردينيت واي ده بنسميه ايه؟ قولوا يا جماعه سي 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 بروجرام ده برنامج. تمام؟ يبقى مجموعه من المشاريع تربطهم مرتبطه ببعضها البعض ده بنسمى ايه؟ بروجرام. ماشي. 25 بروجكت كوست مانجمنت بلان از كرييتد از ا بارت اوف. نسمع الاجابه كده نشوفها كده ايه؟ 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 مش حد عنده كلام تاني؟ ايه؟ الصح صح. ما نرجع بالكوست خالص ناس ممكن الحمد لله كله الناس صاحيه ان الكوست مانجمنت بلان جزء من البروجكت مانجمنت بلان. تمام. بيقول لك ايه اللي مش جزء من الكوست بيز لاين بس موجود في البادجت؟ نشوف اجاباتكم ايه يا باشمهندسين. البي مانجمنت ريزيرف ده انا صدقت بقى بس من كتر اجابات الناس. طبعا المانجمنت ريزيرف اللي هو ايه هو المانجمنت ريزيرف؟ نكتبه كده بسرعه. ايه هو المانجمنت ريزيرف؟ لا نسجله. ماشي خلاص عرفنا ان هو البي. تمام. بيسمى بايه؟ يعني مخاطر في امبلاند ريسكس. تمام كده تمام. طيب بيقول لك ات ويتش ستيج داز اتيريكال بروجكت هاز ماكسيمم كوست. تمام اتوقع. تمام مش صح. في الانيشال ولا الميدل ولا الفاينل ولا كله متساوي؟ طبعا في الميدل. اعتقد ان شاء الله الناس هتجيب يعني درجات حلوه جدا. السؤال كام دلوقتي؟ 28. You are leaving meeting during you have assigned as a manager of project
فانت لسه بروجكت مانجر، فهتعمل ايه في الاول؟ تمام؟ ما تعرفش تتكلم على بروجكت سكادول، ولا تتكلم على ريسك ريجستر، ولا تتكلم على كواليتي اشورنس، لازم تتكلم مع بروجكت شابتر اللي هو اول حاجه. ما يعني دي خلي بالك، وعلى فكره ده سؤال في الامتحان جاي بيجيب لك حته من الحاجات اللي بيسالك عليها. خلي بالك حضرتك ان اهم حاجه اللي هو ايه اهم حاجه، الاجابه الصحيحه ايه يا باشمهندس محمد حافظ؟ تمام؟ ان اهم حاجه اللي انت لازم تعرفها ان انت لازم ما تشتغلش غير بروجكت شاطر، وان هي اللي بتظبط لك شغلك الجديد. لينك ذا بروجكت تو ذا استراتيجي اند اون جوينج ورك ذا اورجنايزيشن. تمام كده؟ طيب تعال نشوف بقى السؤال اللي بعديه. بروجكت شاطر از ا دوكيومنت ذات اوثرايز ا بروجكت اند يوزر يوزر. تمام كده؟ تو ميت ايه بروجكت ريكويرمنت. السؤال الاخير، وات از ترو فور تشينج ريكويست؟ ايه اللي صح؟ طب خلاص نخش على السؤال 30. ايه بقى الحاجه اللي مش صح في البروج في تشينج ريكوست؟ الدي على فكره، الدي اما تقول ايه كل ده انا كنت عند انتجريتف ايه وبي وسي صح، دي نصها صح ونصها غلط. شود بي افويدد؟ لا. عارف اللي مبوظ الموضوع؟ تشينج ريكوست لما تزيد، تمام، لما تشينج ريكوست تزيد يبقى معناها باد بلاننج، بس مش معنى ان عندي باد بلاننج ان انا ما استجبش للتشينج ريكوست. لا طبعا، مش معنى ده يبقى اعمل ده. في باد بلاننج لما تزيد التشينج ريكوست، يبقى الراجل اللي عامل بلاننج ما يعني مش متوقع مخاطر كتيره، ازاي ظهرت المخاطر فبقى اتغير. تمام؟ لكن مش ده معناها، تمام، ان انا افويدد، او معناها ان انا ايه، ان انا ايه اتجنب ان انا اعمل تشينج ريكوست عشان اثبت ان الراجل بتاعي ايه التقسيم بتاعه كويس، او ان انا حاجه ان انا اتجنبها. لا، ما ينفعش ان اتجنبها. الاصل ان انا مش عايزها، مش عايز يبقى في تغيير، لكن لو مصلحه المشروع في التغيير يبقى ايه نغير. تمام كده؟ حد عنده رئيس الصرف؟ 22 23 24 سي؟ انا هجيب لكم من ماشي يعني. اه 22 23 24 سي صح. تصدق تمام 10 و11 خليكم معايا بس انا كده مش سنة. معلش بقى يا فندم مش قضية. 29 30 30 30 الناس ايه بتجري، انا مش عارف اعجبهم ازاي. طيب احنا ممكن هقول لكم حاجة، هنزل الانسرز كلها، هنزل الانسرز بالصح، ما فيش مشكله يا باشمهندس. نعم ممتاز، 16 اجابه من 30، مش ما فيش اي مشكله، حاجه لا لسه حاضره معانا عن ثلاث محاضرات او محاضرتين يعني، مش كويس، جميل ما شاء الله. اجابه 30 بي، لا اجابه 30 ايه، معلش اجابه 30 دي. طيب الناس ايه، الناس بتجاوب اللي بقى عارف حاجه ولا التاني كده، خلصنا يعني اللي قدرنا عليه عملناه. طيب ماشي خلاص، جميل جميل جميل، نزلنا درجات يا اخوانا الدرجات، بس كويس انتوا حضرتوا وبعتوا، انا عايز بس احطك في جو الامتحان على قد ما بقدر. تمام؟ يعني احنا التواصل عبر الغرف الصوتيه الموضوع مش سهل يعني بيقل فيه كتير من الكوميونيكيشن، وسائل الكوميونيكيشن الموجوده، فاحنا بنحاول نرجع عليها على قد ما نقدر. تمام؟ بس الحمد لله بقى مين؟ دخلنا امتحان وانا رايت فيه شويه انه مبقاش صعب، خلي بال حضراتكم، بس كويس لان انتوا لسه في الاول، انتوا لسه بادئين، واللي جاي 66 ممتاز، واللي جاي 70 ممتاز، واللي جاي 50 ممتاز، واخد بال حضراتكم؟ مفيش اي مشكله. انا لما كنت بمتحن كنت بجيب درجات زي دي، ما تقلقوش، مش هضحك عليكم واقول لكم انا كنت بجيب 30 من 30، لا عادي. تمام؟ يبقى دلوقتي احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين دخلنا امتحان وحليناه، ده شيء جميل جدا، بدانا استرجاع للاسئله اللي فاتت. ان شاء الله بعون الله المحاضرة الجاية يوم فين المساء؟ المساء الإيه؟ طيب كويس، جميل أوي، يا الحلاوة، ده حاجة جميلة جدا. أخونا اللي عملها، أخونا مين؟ أخونا مين؟ وائل صبيح، الإجابات الصحيحة حطها كلها، خلاص كده، تمام.
ان شاء الله المره الجايه النهارده الاثنين يوم الجمعه هيبقى معانا الكواليتي، هنبدا في الكواليتي وهناخد البلان كواليتي. خلي بالكم احنا خلصنا التقيل، الجاي بقى كلام نظري جميل كده هندردش مع بعض ونشوف معلوماتكم عن الكواليتي ايه، وانا اطرح اسئله كده ونشوف حضراتكم. تمام؟ المهندس بانك يفكرنا جميعا بريمافيرا الخميس القادم الساعه 9، المهندس احمد الشرحي ان شاء الله هيدي بريمافيرا الساعه 9 يوم الخميس ان شاء الله. يعني كل اللي بيحب اداره المشروعات، تول مهمه من التولز بتاعت اداره المشروعات السوفت وير اللي هي اسمها بريمافيرا، المهندس احمد الشرحي ان شاء الله يدعمنا ادفانس ان شاء الله. تمام، المهندس احمد يكون حاليا معانا ان شاء الله. الساعة 9 ولا 10 صح؟ 9 أعتقد. طبعا 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 الموضوع قيم جدا، ما سمعتش يقول الموضوع طبعا قيم جدا وهيبقى تطبيق للي احنا بنعمله. طبعا طبعا 9 توقيت مصر، مهندس احمد شاهي يقول لنا 9 توقيت مصر. طبعا ان شاء الله اكون معاكم ان شاء الله. بس بس انا هغلط على المحاضر ده حضرتك كده. فين المسائل في الامتحان؟ الله يكرمك يا باشمهندس احمد، الله يكرمك. المسائل في الامتحان فيه ليه ليه ليه؟ احنا مش حطينا اسئله الامنت فاليو، ممكن يكون قليله شويه. طيب ملاحظه نبقى نتدارك في الامتحان الثاني. حطينا اسئله، حطينا اسئله المزايا على فكره الامتحان بيبقى يعني مش كتير قوي. يعني انا حاطط لك مثلا في سؤالين او في سؤالين تقريبا مسائل ارمت فاليو، ما دي مسائل. يمكن التايم برضو اللي عليك قليل شويه. ماشي، نتدارك الامر ده في مره ثانيه او في امتحان نهائي، نحاول نزود مسائل في امتحان نهائي. في المحاضرة الجاية ماشي، يعني بالكتير بكرة هيكون موجود، يعني السبت بالليل أو الأحد الصبح هيكون موجود. السؤال اللي بيتقال بريمافيرا للمدن ومهندسي الكمبيوتر، رد عليهم مهندس أحمد راجل مشروعات البرمجة. اللي أنا أعرفه إن كله مش المدني بس، مهندس أحمد الشيخ هيرد عليكم في الشات. أنا أعرفه إن كله، مهندس أحمد اللي هو اللي بيدي كورس يقول لنا. ماشي، هو كله بيجاوب اهو. كل شخص مهتم بده مش لازم يكون مهندس اصلا. الله ينور عليك ما صح، الله يكرمك. تمام كده، عشان السؤال ده اتكرر كتير قوي. ان شاء الله نحضر مع المهندس احمد ان شاء الله. تمام كده، في اي استفسار؟ كم محاضرة؟ كم ايه؟ الله يكرمك يا باشمهندس احمد، كم محاضرة مهندس احمد كم محاضرة صح؟ استفسر حضرتك عدد المحاضرات. مثلا عمرو بيقول الدرجة ان هي على درجة ولا 30؟ احنا انا قلت على درجة المرة اللي فاتت، نشوف كده، نشوف على درجة يمكن الناس تكون جايبة. مهندس ايهاب بيتكلم عن البرمجيرة، كان عدد المحاضرات اعتقد هو مهندس احمد يرد علينا. حسب الوقت ان شاء الله من 4 لـ5 محاضرات. جميل، تمام. you
لا كان في منفيات بدل ما عندك. ان شاء الله يا استاذ احمد لما نروح المحاضره القادمه يعني انسوائي الثاني حتى اطلب منه ان شاء الله يعني بكره بالكثير هقرا. شكرا يا مستر، ربنا يجازيك خير. مهندسة فايزة؟ طبعا حضرتك الكورس البريمافيرا كورس البي ام بي يعني مهم للقيادات وغير القيادات. يمكن اكون ما شفتش الكلام بتاع حضرتك. عن صور مسمى مضيف في المحاضرة القادمة، ما قلت حضرتك بكرة إن شاء الله نزله على الصفحة. فتحت عمرك عن صور بس يعني هو خلاص قرر يخلص.